السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ أنا كمتوحد فكرة إطلاقًا ما بحبش أدخل في حوارات مع منشئين محتوى إطلاقًا، ومش عايز دايمًا صراعات ودايمًا بنتخانق، بس أنا كمتوحد فكرة هو هدفي الأول والأخير المشاهد اللي هو حضرتك اللي بتتفرج عليا. علشان كده لما باجي أتكلم معاك عن أي خبر بحاول دايمًا أجيب لك دلائل وبراهين. لما جيت اتكلمت وكان الأول في المحتوى التعليمي بيتكلم عن 2000 ساعة مشاهدة، وإن اليوتيوب بالفعل قرر تخفيض ال 2000 ساعة مشاهدة، ولكن مش من أجل الانضمام إلى برنامج شركاء اليوتيوب، بل لليوتيوب هيلسي علشان يكون عندك المقدرة على التحدث بمعلومات حقيقية من غير ما تاخد إنذارات إرشادات منتدى، علامة درر صفراء، أي حاجة من الحاجات دي. اكتشفت إن البعض توه الكلام وقعد يقول لك الناس اللي في ألمانيا هتبدأ تحقق ربح ب 2000 ساعة. جنة بتوع ألمانيا، يا متوحد أنا من ألمانيا حقق ربح ب 2000؟ لا يا عم مش هتحقق، يا متوحد يا متوحد. لا لا، هو اللي قالك الكلام ده فهم من غير الفيديو، لو اتفرج على الفيديو بتاعك كان هيفهم الصح. ما تروحش تجيب من بره، تعالى متوحد فكرة افهم اعمل فيديو. والله ما هقول لك لا، صدقني انا هحييك، لان انا باجي اقرا الخبر وافهمه واروح اكتر من قناه وافهم من كل قناه هي بتقول ايه، مهما كانت اجنبيه عربيه جنوب افريقيه بفهم واتعلم واجي اعلم، ومش حاجه تقلل مني ان انا بسمع من بره. لا، ده انا جبت لك الناس اللي اتكلمت عنهم، وجبت لك القنوات اللي قالوا الكلام ده، وجبت لك من الهند والكلام ده في بعض الدول، ايوه في بعض الدول، ولكن خاصه بالمعلومات الخاصه بالصحه، اليوتيوب هيلسي وليس تحقيق الربح من اليوتيوب. اللي حضرتك ماشي تقول 2000 ساعه تحقيق ربح، 2000 ساعه تحقيق ربح، هي كلمه 2000 ساعه بتجيب مشاهدات؟ طب 1000 ساعه هتجيب مشاهدات؟ مش هتجيب مشاهدات، مش هتجيب مصداقيه. لازم يكون عندك بينك وبين جمهورك مصداقية، كفاية لعب على الإحساس النفسي للمشاهد اللي بدأ يفرح ويدخل يتصدم. ده أنا لما جيت لك حقيقة مش أكيد، أنت لما جيت اتكلمت قلت أكيد، أنا قلت لك حقيقة وقايل لا انسوا، اسمع أول كلام قلت يا جماعة الراجل ده الله يكون في عونه، لأن هو كان مشاهد بيتكلم عن الموضوع ده. وأنا بصراحة ما كنتش حابب ادخل في حوارات وصراعات ولا منشنات، لان لما جيت اتكلمت عن الاستمراريه واتكلمت عن موضوع قناه كريزي نت حسيت ان انا داخل في صراع وان انا لازم اعمل منشن. لا مش هعمل منشن. ليه؟ لان الخطا التاني في قناه عالميه كبيره اخرى برضو خطا كبير وكارثي، انا لو مكانه همسح الفيديو حالا. كيفيه انشاء حساب جوجل ادسنس، هو بدا جوجل ادسنس انشاه بادموب في السعوديه، بعد لما عمله في السعوديه عمله في ادسنس في اسكندريه. ازاي؟ ادموب باسكندريه السعوديه وادسنس اسكندريه، ايه ده؟ بيقبض منين؟ بيقبض في البحر الابيض المتوسط؟ ما يقبضش. ليه؟ لان هو اصلا عايش في مكان غير ادموب، ادموب مكان وادسنس مكان وفي اختلافات. انا كمتوحد فكره شايف اللي انت عملته غلط. ان حضرتك لما تيجي تنشئ ادموب وتتكلم على ادموب لازم تتكلم على ادموب نفس الدوله ونفس البطاقه ونفس المكان اللي انت هتقبض منه. لكن تعمل لي ادموب سعوديه وادسنس في مصر الاسكندريه لما اجي اقبض اروح اسمع ليه؟ لا، عيد حساباتك في الموضوع ده. كمان انت كمنشئ محتوى تاني برضه مش هعمل منشن. يا جماعه انا لما بخطأ، انا في فيديو هتسمعوه النهارده او بكره بيتكلم على شاشه النهايه وانا بقول المتوحد فكره اخطأ في جزئيه ما. عارف انا بقول لك كيفيه زياده المشاهدات من شاشه النهايه، والله العظيم من شاشه النهايه، متخيل؟ انا جاي اوضح لك، انا مش عايز ادخل في صراعات. انا لو هدف الشهره كنت عملت منشنات اللي اصلا ما تحكمش عليها ولا اصلا تعرف تديني انذار، ولا ادخل اكتب لك كومنت. لو هدف الشهره ان انا كتبت كومنت في كلامك اقول لك اللي انت بتقوله غلط زي ما حضرتك عملت، او اروح الناحيه التانيه لواحد اقول له لا اللي انت بتقوله غلط، وبرضه ده هدف الشهره. لكن انا مش هدف الشهره، انا هدفي ان احنا نقدم للمشاهد اللي واقف قدامنا وبيتفرج علينا ده كلام يدخل العقل، الكلام جميل يحترمه ويكون عنده وعي وفاهم بيه. لا انا ولا انت هنتذاكى على المشاهد، المشاهد اذكى مني ومنك 100,000 مره، المشاهد مش غبي، المشاهد بيدخل الفيديو بتاعك وعارف انك بتضحك عليه، وعارف وشوف شوف اسمع الجروبات بتقول عليك ايه علشان تبدا تشوف انا ماشي صح ولا غلط. انا بيتقال عليا الواد المتوحد فكره، الواد المتوحد فكره ده، بس انا بيتقال عليا بايه؟ بيجيب ارباح ازاي؟ بيشتغل ازاي؟ دي حاجات تخليني مستمتع. ليه؟ لان انا قدرت اخليهم يتكلموا عن الربح من اليوتيوب، قدرت اخليهم ازاي يشتغلوا. الحاجات دي مهمه جدا، ركز عليها. اشتهر بعقليتك،
اوعى تشتهر بجهلك، لان جهلك اللي انت بتصدره للمشاهد هيقلب جهل للمشاهد. لا المشاهد ينجح ولا منشئ محتوى ينجح، وفي كلا الحالتين احنا الخسرانين. شكرا للجميع.